بتزور امدتي يا حيان. خطب بيه خطب بيه، ارجوك ارجوك بهدوء علشان ما يقولش انك اتهجمت عليه. معقوله يا اشرف؟ معقوله اللي انا بسمعه منك ده؟ انا برضو اعمل كده؟ ده مهما كان ابويا انا اللي ابوك، وانا عاوز اعرفك اطلع بره شركتي. كانت شركتك، كانت الكلام ده قبل ما يبقى معايا عقد بيع وتنازل رسمي منك وانت بنفسك ماضي عليه. العقد اللي معاك ده مزور وحرميك بيت السجن. اكيد مزور. طبعا طبعا، براحتكم اطلعوا على النيابة دلوقتي. اتفضل. ومعك هو اشرف اهم محامي في البلد، ونشوف بقى النيابة هتقول ايه. انت جبت الكحول ده كله منين؟ منك. بس انا برضو هطلع اجدع منك واسيبك تيجي هنا براحتك، اعتبرها شركتك زي ما رميتك بره الشركة قبل كده. حربيك والسجن. أنا ما حدش رماني، أنا خرجت بمزاجي، وأنصحك أنت كمان تخرج بمزاجك. طالما مش مرتاح في شركتي يبقى روح ارتاح في البيت. اتفضل. إيه اللي بتقوله ده يا سيف؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ طب إيه؟ اللي أنت عملته ده يا سيف مش هيعدي بالسهل، وحق رانيا وخطاب أنا مش هسيبه.